السلام عليكم. بعد ما اعلنت شركة ون بلس عن موبايل ون بلس 17 كان لازم الشركة تعمل نسخة مطورة منه تنافس الموبايلات القوية، وفعلا الشركة شغالة على تصنيع ون بلس 17 برو. بس الاول ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب وارجع كمل الفيديو. موبايل ون بلس 17 برو بيجي بخامات تصنيع من ازاز، من ورا ومن قدام من ازاز، والشاشة بتيجي من نوع اموليد بمساحة 6.6 بوصة بدقة 3100x1440 بابعاد 19.5x9، والشاشة بتيجي بكثافة بكسلات 514 بكسل لكل بوصة، وبتيجي بطبقة حماية جوريلا جلاس 6. والشاشة هنا بتيجي بتردد 90 جيجا هرتز، بتدعم تقنية ال HDR 10 بلس. والموبايل بيجي بنظام تشغيل اندرويد 10 مع واجهة اكسجين او اس 10. ونيجي للمعالج، المعالج هنا بيجي سناب دراجون 855 بلس 80 نواة بتردد يصل ل 2.9 جيجا هرتز مع معمارية 7 نانومتر، وبيجي معاه معالج رسومي ادرينو 640. ونيجي للميموري والرام، الموبايل بيجي بنسختين، النسخة الأولى 128 جيجا مع 8 جيجا رام، والنسخة الثانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام. والموبايل هنا مش بيدعم تركيب بطاقة تخزين خارجية، وبيدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع النانو. والموبايل هنا بيجي بثلاث كاميرات خلفية، الكاميرا الأولى 48 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.6، والكاميرا الثانية بتيجي بدقة 8 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.4، وهي كاميرا طول فوتو وبتدعم تقريب 3x اوبتيكال زوم، والكاميرا الثالثة بتيجي بدقة 16 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2، وهي كاميرا الترا وايت المخصوصة للتصوير بزاوية واسعة. والكاميرات هنا بيجي معهم فلاش LED مزدوج، وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 60 إطار في الثانية، وبدقة Full HD بسرعة 240 إطار في الثانية، وبدقة HD بسرعة 960 إطار في الثانية، وبتدعم تقنية ال HDR. والكاميرا الأمامية بتيجي منزلقة بدقة 16 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.0، وبتدعم تقنية ال HDR، وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 إطار في الثانية. والموبايل بيجي بسماعات ستيريو ومش بيدعم منفذ سماعات 3.5. ونيجي البطارية، البطارية بتيجي بساعة 4085 ملي أمبير من نوع الليثيوم غير قابلة للإزالة، وبتدعم تقنية الشحن السريع بسرعة 30 واط، وبتيجي بشاحن من نوع تايب سي. والموبايل هنا بيجي بلونين، اللون الأول السيلفر واللون الثاني الأزرق. بالنسبة للسعر مفيش أي معلومات عنه. كده أنا خلصت الفيديو، الفيديو عجبك ما تنساش اللايك سبسكرايب، لو عندك أي سؤال اكتبه في كومنت وأنا هرد عليك. والسلام عليكم.